السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كيكتبوا لنا وكيقولوا كي يعني كي التجاعيد عندهم مع البشرة الجافة او تجاعيد كيظهروا حيت البشرة جافة. نعم. واش كاين علاقة مباشرة او تأثير مباشر؟ كاين تأثير مباشر 100% اختي سناء. علاش؟ لان البشرة الجافة كيولي عندنا داك البشرة اللي كتعطينا الوقاية تحيدات، يعني تمزقات، وكنوليو الكولاجين كيدخلوا المؤثرات مباشرة للكولاجين وكيأثروا عليه، داكشي علاش كيبداو يبانوا. اكيد اكيد. وكيتطوروا. ملي كنهضروا على التجاعيد ديال الملامح، هذه شي حاجه اللي ربما الانسان ما عنده ما يدير ضدها، شي حاجه اللي كتكون طبيعيه. اكيد. هي مثلا الناس اللي كيضحكوا كيتبسموا كتحفر هذه البلاصه، او الناس اللي كيكونوا بعض المرات كيغبشوا. نعم. او فشنو هي الوصفات اللي محضر لنا دكتور عماد اليوم؟ فنعم، فالوصفه اللي غادي نديروها للتجاعيد ديال يعني ديكسبرسيون او ديال التعابير، فهي وصفه بسيطه، وصفه غنديروها كرياضه. اذا هذه الوصفه شنو غنستعملوا فيها؟ واخا دابا البرد، ولكن هذه وصفه اللي عطات نتائج كبيره، اللي هو الماء مجمد، يعني لي كوب ديال الماء او المكعبات ديال الماء المجمد، وفوطه ساخنه. اذا كنديروا كيفاش الطريقه كنستعملوا هاد الوصفه هذه؟ اذا كنعضوا على الاسنان ديالنا، اذا كنعضوا على الاسنان ديالنا، كناخذوا داك المكعب ديال الماء وكندوزوه في المناطق اللي عندنا فيها هاد التجاعيد. يعني هنايا بحال غنديروا لو سوان ديال لا كريوثيرابي. كريوثيرابي، نعم. وغادي نديروا الاختلاف ديال درجه الحراره، لان داك المفعول ديال البرد. نعم. وديال الثلج. نعم. على البشره هو اللي كينعشها. نعم. وكيخلي الكولاجين يعاود نساعده في انه يعاود يتفرز وينحيوه، يعني كيحيوه. وكنعطيو كما كنقولوا حنا واحد التيار كهربائي، لان غادي نديروا البرد وغنديروا السخون. نعم. غادي نديروا هذا التناوب ديال هذه العمليه. اذا اول حاجه غنديروا دي غلاسون او مكعبات ديال الثلج اللي. نعم. كيفاش غنصوبوهم؟ كنعضوا على الاسنان. علاش؟ باش كنخليوا البشره ديالنا كتجبد، يعني كنعضوا على الاسنان ديالنا هكا. نعم. وكندوزوا على المناطق اللي عندنا فيهم هاد التجاعيد. أيه. يعني التجاعيد ديال الملامح. كنخليوها 10 دقائق. من بعد شنو كنديروا؟ كناخذوا واحد الفوطه، فوطه اللي كنديروها في الماء الساخن. يعني الماء الساخن كيكون سخون مزيان، وكنهزوا. أيه. ديك الفوطه، ولكن كنخليوا الفوطه اقصى درجه حراره اللي يمكن لنا نستحملوها، اللي ما غتحرقناش اكيد. وكنحطوها على البشره ديالنا، كنخليو ديك الفوطه حتى كتبرد. وكنعاودوا هذه العمليه هذه 3 ديال المرات. فاش؟ في الليل. اذا كنعاودوها، يعني هذه الحركه، يعني كنديروا الكلاصون كنخليوه 10 دقائق، كنحطوا الفوطه عاوتاني سخونه حتى كتبرد، كنعاودوا عاوتاني العمليه، كنديروا الكلاصون 10 ديال الدقائق، الفوطه عاوتاني حتى كتبرد. وهذه العمليه كنديروها في الليل، وكنديروها حتى 3 المرات في الاسبوع. طيب، هاد العناية بالبشرة خصك ديرها منين تمشي تنعسي الدراري وتشدي عليهم في البيت، وتاخدي سويعة ديال المكانة لراسك باش تقدري تركزي وديريها، لأنه فيها 3 ديال المراحل. أكيد. وهذه تقنية روسية. أيه. تقنية اللي عطات واحد المفعول جميل جدا. نعم. يعني في الاستعمال ديالها غنقدر نقول الأخوات غادي يستعملوها واحد الشهر. أيه. يعني هاد الطريقة هادي غادي يحسوا بالفرق، وغادي يحسوا يعني بالتجاعيد بدات كترجع، وكيحسوا حتى بالحيوية في البشرة. هادي كتصلح حتى للتجاعيد اللي في الدوره ديال العين وفي الهاله ديال العين، كيف سولونا كثير من السيدات. نعم. اكيد اكيد غادي تصلح في هذه التقنيه. يعني اذا الكلاصون هكذا على لو كونتور دي زيو، على. نعم. الهاله ديال العين، وكنديروا الفوطه حتى هي على العينين. على العينين كتكون سخونه، كنديروها في الماء سخون وكنديرها سخونه حتى كتبرد. نعم. وكنديروا هذه العمليه هذه، فان شاء الله غادي تعطي نتيجه. نعم. خويا انا عندي 25 سنه وعندي تجاعيد في الحنايا، كيفاش كنسمعوكش عائشة؟ يا ريت توقفي في بلاصة اللي عندك فيها الريزو. مرحبا. أنا في عمري 25 سنة، كيفاش التجاعيد بداو لي في الحنية؟ كيفاش نكون كنضحك هكا ديك الابتسامة كيبانو عندي دوك الخطوط ديال التجاعيد هكايا في وجهي. نعم. ديالك واخا كنتي كتستعملي شي مواد للبشرة ديالك؟ لا ما كنديرش، لا عندي غير كريمة وحدة كنديرها صافي. كريمة شنو؟ كريمة هذه مغذية ولا كريمة واقية ولا دايرة شنو؟ مرطيبة وصافي. لا غير مرطيبة. مرطيبة. كديري ليكخون؟ لا انا ما كنخرجش بزاف، انا غير الدار وصافي، ما كنديش ليكرون. نعم. فشوف هاد المساله ديال ليكرون بعدا حتى هو كنا كنهضروا على ليكرون، ضروره ديروا البشره ديالنا فليكرون. والبشره البشره عندي ناشفه بزاف، ناشفه. هذا هو السؤال اللي كنت غنسولك من بعد، واش هي البشره؟ نعم. واش البشره عندك ناشفه؟ ناشفه بزاف بزاف بزاف، يعني كتقشر. واخا. اذا بعدا نهضروا على ليكرون، نهضروا على ليكرون، نهضروا على الوقايه ضد اشعه الشمس الضاره. فاشعه الشمس الضاره
كاين مشكل اخر كتسببوا لنا هو التجاعيد، لان الا دخلت اشعه الشمس الضاره كتاثر لينا على الكولاجين اللي هضرنا عليه وكتولي كتاكل منه، اذا ما كتبقاش عنده ديك الحيويه ديالو وكتولي عنده واحد الشيخوخه السريعه. فبعد ليكرون ضروري ومؤكد ان ليكرون دائما كنهضروا عليه انه ما خصوش يخطانا طيله ايام السنه، واخا يبان لكم الضوء فكل ما كاين الضوء كاينين اشعه الشمس الضاره، واخا نكونوا في الدار ولو اننا ندهنوا هذا ليكرون هذا يعني غير مره واحده في الصباح ماشي مشكل، الا كنا في الدار وكنا مخبين على الشمس نديروه غير شويه في البشره ديالنا وهكا كنعطيو الوقايه، لان حتى ديك اشعه الشمس الضاره حتى هي كتاثر. فوق ما كان عندنا الضوء طبيعي، الضوء كما كنقولوا حنايا ديال النهار فين ما كان، فهنا كتكون حاضره اشعه الشمس الضاره وخصنا نعطيو الوقايه. بالنسبه للنشوفيه البشره كنشكرك بزاف لان هذا سؤال مهم، وهنا بعدا غادي نمشي ونزيد وناكدوا المساله اللي كنهضروا عليها دائما هو شرب الماء والترطيب ديال البشره. اذا احنا من المشاكل اللي يمكن يعطينا نقص الماء في الدس ديالنا هو هذا المشكل ديال نشوف هذه البشره، ونشوف هذه البشره اللي هي كتحول الى تجاعيد في الدس ديالنا. فخليك في الاستماع اختي عائشه، فان شاء الله غادي نعطي وصفه او مجموعه من الوصفات اللي غادي نعتنيو بها بالبشره ديالنا ونحاولوا اننا نوقفوا هاد التجاعيد ونعاونوا باش نتخلصوا من هاد التجاعيد. نعم، وعلى البشره الجافه دابا انا غادي نستفد من السؤال الاخت اللي جات قبل مني. مرحبا، وشنو البشره الجافه ديالك مالها؟ شنو عندك فيها؟ شنو المشكل ديالك؟ يعني كتصبح لي بحال اللي مكمشه هكذا، بحال اللي الجلده بحال اللي كتكمش لي الجلده ديالي. كتجي ما رطب هكا ما كتشربي الماء؟ كتشربي الماء؟ يعني الصراحة الله يعني أنا عارفة المسألة الماء، ولكن مرة منين كان يعني منين كان ندير الموضوع في بالي وكان نتوقف به راني كنشرب، وبعد شي مرة كنميك على شرب الماء. ما شوف غادي نديرو حنا، غديري واحد الحيلة، يعني تاخدي دوك القراعي ديال الماء اللي كيكونوا صغار اللي كيكون فيهم السيترون مثلا، ولا كتكون فيهم رابعة يعني 250 مليلتر، وهذاك ما غاديش ناخذوها حنايا دابا مادام هذه كنقولها لك ولجميع الاخوات اللي كينساو يشربوا الماء، غادي نوليو نديروها ماشي عادي يعني غير غنشربوا الماء، لا غنديروها دواء. اذا حنا غنحاولوا نستعملوها بحال الدواء، هذيك القرعه الصغيره غادي نحاولوا ناخذوا ربعه في النهار على الاقل، اذا خدينا ربعة في النهار راه مزيان. اذا نعمروها ونحطوها نشربوها تتسالي ونبقاو رادين البال بحال كناخذوا الدواء ماشي كناخذوا الماء، وهكا الا دخلناها للدماغ ديالنا ودخلناها للعقل ديالنا باننا حنا هذاك كناخذوه كدواء، فان شاء الله هاد الامور هذه ما غاديش تبقى. بالنسبه للترطيب ديال البشره فغادي تجي وصفات للتجاعيد، فالترطيب باش ما نكثروش في المواد، فانا كنصحك تاخذي زبده الكاريتي، ياك زبده الكاريتي خديها من بلاصه موثوقه من الصيدليه وشي بالصيدليه او شي بلاصه اللي موثوقه اللي كتبيع هاد المواد هذه الطبيعيه، وبدي دهني بها في الصباح وفي الليل. فتا زبده الكاريتي واخا ندهنوا بها في الصباح ما كتاثرناش على البشره ديالنا، وهكا ان شاء الله غتعاونك في الترطيب، ولكن غادي تشربي الماء وديري بها الطريقه هذه اللي قلت لك، وان شاء الله الامور غتكون بخير.